notice that people here are moving freely and without restriction. هي بتقول انها ملاحظه الناس ماشيه هنا بكل حريه بدون خوف من اي حاجه. كلنا في عزبه صعيده هنا على واحده، كلنا على قلب رجل واحد. عشان كده اي حد غريب بيدخل مكان بنعرفه على طول. Are you afraid of this? انت خايف من الموت؟ الخوف عدوي والموت صاحبي. Did you think that the government fabricated that accusation to you? تعتقد ان الحكومه اللي فبركت لك التهمه اللي ادت الى الاعدام؟ الحكومه عارفه كويس ان انا ما قتلتش حد، وعارفه القتل الحقيقي. عشان كده انا بقول للحكومه ان كل حد كان السبب في تلفيق التهمه دي ليه انا مش هسيبه. Do you think government cannot reach you? تعتقد الحكومه ممكن تتحصل عليك؟ حكومتنا عجوزه وشيخه، على ما بتيجي تخطو خطوه بيكون 100 واحد عرف. عشان كده انا طول عمري سابقهم، والاهم من كل ده ان ربنا مع الحق. عشان كده ثقة في اللي انا هنتصر عليهم. خلصت كلام انا. احنا يا اساتذه قدام فضيحه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. احنا قدام فضيحه بكل المقاييس. الحقيقه انا عندي شويه اسئله عايز اتكلم فيها مع كل حضراتكم ومفكر فيها معاكم بصوت عالي. اولا، ازاي نسمح للصحفيين الاجانب يدخلوا بلدنا عشان يصوروا غسلنا الوسخ، وانا اسف جدا في الكلمه دي. ايه اهميه واحد زي حبيشه ده عشان يدخلوا ويسجلوا معاه؟ مين اللي اداهم تصريح بالتسجيل؟ وسؤال كمان، ليه الماده اللي صوروها ما تراجعتش؟ وعايز اقول لكم ان اللي زاد وغطى ان في صحفيه مصريه، مش هقول اسمها ولا ليه؟ خلينا اقول عشان تبقى الحلقه دي بلاغ للنائب العام. الصحفيه فاطمه بيومي كتبت عن امبراطوريه عزبه الصعايده. انا بطالب باسقاط الجنسيه المصريه عن هذه الفاطمه بيومي، ليه بقى؟ لأن هي بمنتهى البساطة ما تستحقش تكون مصرية. وعايز أقول لها، لو كنت فاكرة يا فاطمة أنت والقنوات الأجنبية دي إن مصر وحكومتها ممكن يتلوي دراعها، فأنا بقول لكم وبالمرة أحب أقول لكل العملاء وكل المتآمرين إن مصر ملهاش دراع يتلوي. للأسف يا حضرات، هي دي صورة مصر بره دلوقتي. صورة في منتهى الغباء وفي منتهى التخلف. لازم النماذج دي، النماذج اللي زي حبيشه، لازم تختفي تماما من بلدنا. احنا المفروض الحقيقه نعدمه وفي ميدان عام عشان يبقى عبره لاي حد مجرد يفكر انه يعمل زي ما حبيشه عمل. تعرف الراجل اللي بيتكلم في التلفزيون ده يا حبيشه؟ ايوه ياما. طليقي الست فاطمه الصحفيه. كرهك كده ليه يا ولدي؟ ده كل كلمه من كلامه بتنجد سم، بيهيج العالم عليك كانه عدوك. في ناس كده ياما بتكره الحق وبتزاني البطل عشان عارفة انها بتكسب من وراه. امشي قدامك، لو صرخت ولا بكيت وعملت عمايل الحريم دي هطخك وراح دماغي منك انت ومرتك دي. فاهم؟ فاهم فاهم يا اخويا، فاهم فاهم. ولا سلام ولا كلام. تمام يا معلم حبيبي. ازيك يا كلب عزبة الصعايدة؟ اشهد يا عزبة الصعايدة، الراجل ده اللي كنت شغال معاه كنت متجي الا فيه، كان بيقول لي شيل ده كنت بشيل، حط ده كنت بحط، ما كنتش خايف منه، لا كنت خايف على اكل عيشي زيكم كلكم، كلنا خدامين اكل عيشنا. كان كل يوم يحط حشيش في شنطته ويشيل هاني عشان لو جات طلوبة في المحتوبة اروح انا فيها. وصلتها يا معلم حبيشة؟ مش فاهم انا. لكن ربنا اسمه العدل. اليوم اللي شال فيه الشنطة الحكومة قبضت عليه، ولما اتحبس اتجيت الا فيه، وكنت براعي اهل بيته. حصل يا اخوي، حصل، وجبت لي الفلوس بتاعت اخر شغلانه هو محبوس، ووقفت كمان جنبنا في النيابة. اخرس يا ولية، اخرسي. وهو اللي كان معايا لما كسرت باب الشقة، لما نجيت البيت. بس أنا خفت ساعتها وجريت. ما قلتش الكلام ده ليه قدام القاضي؟ أصل بصراحة يا معلم حبيشة، سعد بيه قال لي لو شهدت قلت إنك يعني مشيت قبل حبيشة هيخرجني من القضية بتاعت الحشيش. يعني أنت كنت عارف إن الكلام ده هيوديني لحبل المشنقة؟ آه، بس كنت عايز أرجي نفسي من السجن. يعني عشان ينجي نفسه من السجن عشان توم هو عملها يودي واحد بريء لحبل المشنقه. الراجل قرب ذنبه. ايه حكمكم يا رجاله؟ مش هو ده اللي كان هيخليهم يشنقوك يا معلم حبيشه؟
معلوم يا ريس حنا يبقى يلسنك. معلم حبيشة، انت قلت لي اجازة وانا شهد. سيبنا روح، ربنا يخليك. سيبنا روح، روح لعيالك يا محمد. ربنا يخليك، ربنا يخليك. حكمكم يا رجالة يلسنك. حكمكم يا عزبة الصعايدة يلسنك. جبت حاجة من عندي؟